هذا جواز سفر دبلوماسي سعودي من بداية الستينيات. للتوضيح قانونيا، الجواز قديم ومنتهي الصلاحية وصاحبه متوفى. صاحبه عبد الرحمن إبراهيم التركي، سكرتير أول في السفارة السعودية بالحبشة. الجواز صادر في جدة عام 62. هذه بعض الدول التي يمكنه السفر إليها. تم تمديد صلاحية الجواز عاما كاملا. هذه تأشيرة إلى إثيوبيا، وهذه أيضا، وكلها تأشيرات دبلوماسية. فيزا بريطانية أصدرت في أديس أبابا. هذه تأشيرة فرنسية. هذه يونانية. وهذه إيطالية. هذه تأشيرة تركية، وكلها تأشيرات دبلوماسية. هذه فيزا سويسرية. ختم من السفارة البريطانية في أديس أبابا. فيزا من نوع ترانزيت. فيزا إلى السويد، بلجيكا، النمسا. هذه فيزا إلى دولة تشيكوسلوفاكيا. هذه إلى النرويج. تأشيرة إلى الدنمارك، وختم الدخول في المطار. هذه هي الصفحة الأخيرة في الجواز الدبلوماسي السعودي.